طيب في محمود سليم بيقول أفضل تيم في النادي هو فرقة 2003. وفي أحمد زانتانوفيتش بيقول يا أستاذ أحمد رأيك، يعني هو شايف إن خيانة اللاعبين للفريق وتمردهم على الإدارة. طبعا ده مفيش حقيقي، مفيش حد اسمها كده. أقول لك على حاجة، أنا مش موجود معاهم يا جماعة وأنت مش موجود معاهم، فبالتالي أنا مش هضطرت حاجة. أسهل حاجة دلوقتي هقول لك، او وانا تحت وانا طالع الاسانسير، قبل ما اطلع الاسانسير مجموعه من جمهور الزمالك قابلوني قال لي كابتن احمد ارجوك قطع في اللعيبه دي شويه، اللعيبه لازم تموت نفسها. ايوه ده دي مشاعر، اللي بيحرك الجمهور هو المشاعر، الاحساس العام بتاع ان اللعيبه لو موتت نفسها هتكسب. انك تموت نفسك ده ممكن يكون كويس، بس لو موتت نفسك وانت مش منظم مش هتكسب. كل حاجه في الكوره لازم يكون ليها مقدارها. ان انا موت نفسي ده مهم، وان انا ابقى منظم ده مهم، وان انا ابقى في احسن فورمه ليا ده مهم، وان انا اركز لان انا ممكن ابقى بقدم مباراه عظيمه واغلط غلطه واحده وابوظ الماتش ده مهم. كل حاجه مهمه في الكوره، فلازم نحط كل الحاجات دي مع بعض. انما ما فيش اسهل من ان احنا نطلع النهارده نهاجم اللاعبين ونهاجم الكل بقى، فاهم؟ العمليه انت اتغلبت فسهل ان انا اقوم اخبط كل الناس في الحيطه يعني، بس ده بصراحه مش منطقي.